هذا هو كوكبنا، يستضيف الحياة منذ 4.5 مليار سنة. صعب التخيل، عمرنا نحن كبشر يعتبر لمحة بسيطة في تاريخ الكوكب. نتحدث عن 6 ملايين سنة على أقصى تقدير، نحن شباب في هذا الكوكب الهرم. وهذا هو الهرم الأكبر الذي بناه الإنسان في فترة ليست ببعيدة في عمر الزمان، فقط حوالي 4500 عام، القطعة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة. ويمتد على مساحة 230 مترا بارتفاع 140 مترا. كان أقرب شيء للسماء بناه الإنسان لمدة 3800 عام، وظل إلى اليوم لغزا ومصدر شموخ وفخر للإنسانية جمعاء. أما هذان فكويكبان سيمران بالقرب من الأرض خلال الأسبوعين المقبلين، كي نذكركم أننا لازلنا في 2020. قطر أحدهما يبلغ نحو 230 مترا، تقريبا نفس مساحة الهرم الأكبر. أما الثاني فقطره 130 مترا. تصنف وكالة الفضاء الأمريكية نازا هذه الكويكبات بذات الخطر المحدود، فلو اصطدمت بالأرض ستسبب ضررا كبيرا ولكنه محليا. ولكن الوكالة ترصد بشكل مستمر الأجسام القريبة من الأرض وتقيم مخاطرها، كما تجهز استراتيجيات تسمى بالدفاع الكوكبي، فتكون مستعدة لأي كارثة قبل وقوعها.